من ده للنجمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي. سيدة المسرح العربي كانت متواجدة بصوتها في أوبرات إيد واحدة اللي اتعرض في مسرح البالون، وده طبعا كان بمناسبة الاحتفالات ب 6 أكتوبر. المشارك في الاحتفالية دي أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية، فرقة أنغام، وطبعا كانت يعني مجرد صوتها بس الناس تسمعه كانت طلع حلوة قوي. الجزء الثاني للحفلة كان النجم علي الحجار غنى مجموعة من أجمل أغنياته، سواء أغاني المسلسلات أغاني الشخصية. بجد كانت حفلة ممتعة وبنحيي عليها جدا اللي شاركوا فيها كلهم. الفنانة سميحة أيوب معانا على التليفون، نسمع الصوت ونقول لها يعني صوتك معانا كمان في حديث القاهرة. مساء الخير. يا اهلا اهلا، مساء الخير. اهلا، يعني عايزه اقول لك الناس خرجت مبتهجه وسعيده بس بمجرد سماع صوتك في الله يخليك هذا الاوبريت اللي غالي عليهم كلهم. لكن كان سماع الصوت مرتبط بسؤال، انت فعلا اعتزلتي زي ما في مواقع كتبت؟ لا ابدا خالص، والا ما كنتش صوتي يطلع في الاحتفاليه دي. صحيح، يبقى ده جواب قاطع يا جماعه، انا ما زلت موجوده على الساحه سواء صوت او صوت وصوره. صحيح إن شاء الله. بس المشاركه في احتفالات 6 اكتوبر اكيد بالنسبه لك كان ليها معنى تاني خالص. طبعا دايما، وبعدين احيانا انت بتعملي الاحتفاليه، يعني في 6 اكتوبر انا عملت مدد مدد شد حيلك يا بلد. صحيح، الاوبريت ده صحيح، يعني طلعته في 48 ساعة. من أجمل الحاجات اللي الناس ما زالت لحد دلوقتي بتتذكرها. ومن يعني اتفضلي، يعني الواحد بيبقى الحس الوطني بتاعه عالي جدا جدا، وبيبقى مش عارف يعمل ايه، فبيتفتق ذهنه عن حاجات بتعيش، فالحمد لله. الحمد لله، ودي حاجات بتعلم زي ما علمت في تاريخنا، بتعلم كمان في قلبنا مع الفن. طيب انا بما ان احنا بنتكلم مع سيده المسرح العربي، المسرح المصري طول الوقت بنقول هو واحد من اقوى الاسلحه الفنيه اللي موجوده عندنا، شايفاه ازاي دلوقتي؟ هل يا ترى اخد حقه، ولا في حاجات لو عملناها هيبقى المسرح بتاعنا هو المسرح بتاعنا الحقيقي؟ هو المهم اللي مكتوب ايه؟ اللي مكتوب، وبعدين في الناس اللي بيشتغلوا. المكتوب هو اللي مهم جدا. لكن المسرح عمل جماعي. والامكانيات اللي مقدمه للفنانين اللي موجودين دلوقتي في المسرح، يعني الامكانيات متواضعه، واللي بيشتغل مسرح لازم يكون عاشق مسرح، مضحي. مضحي. وبعدين له الاحساس بتاعه، له العبق بتاعه المسرح، انك انت ممكن تتنازلي شويه ماديا في سبيل انك انت تعملي عمل مسرحي محترم. بس هو المهم المكتوب ايه. صحيح. طيب ومين دلوقتي اللي لما بتشوفيه نص مسرحي بتقولي انا هشوف مسرحيه حلوه، ومين اللي لما بتشوفي اسمه او اسمها على مسرحيه بتقولي انا لازم اروح اتفرج لاني عارفه اني هتمتع قوي بالاداء؟ والله المسرحي. ناس كتير مثلا مصري ولاده، وناس كتير. انا اخشى اقول اسم أغفل اسم تاني وأظلم حد، لكن أنا لما بشوف عمل بستمتع بيه فعلا. أي أنا بشوف صور حضرتك بتحضري كتير جدا عروض، من أول القاعات الصغيرة لحد أكبر القاعات. وبيبقوا سعدة جدا الفنانين ومشاركتك ليهم. يعني بتبقى إنك بتلتحمي معاهم، وإنك أنت برضه وجودك بيشجعهم، وأنت في نفس الوقت بتستمتعي بيهم. صحيح، مصر ولادة زي ما قلتي. مصر ولادة. ومن أجمل الأخبار اللي سمعناها النهاردة أن أنت موجودة على الساحة. كل يا جماعة الأخبار دي كذبوها، الفنانة الجميلة سيدة المسرح سميحة أيوب ما زالت تمتعنا وستمتعنا كما دائما. أنا بشكرك جدا لوجودك معنا في حديث القاهرة. شكرا.